انكسر قيدهم وانجلى ليلهم واستجاب القدر إلى إرادة حياتهم. إنهم الأسرى العائدون من مدافن الأموات إلى فضاءات الحرية. كنانة عيسى معنا من معبر بيتونيا هناك. كنانة معك الآن. نعم زميلي إبراهيم. هل عاد الأسرى؟ نعم، حانت ساعة الصفر، 26 أسيرا مروا الآن بثلاث حافلات من أمامنا يلوحون لمن هم ينتظرهم منذ ساعات طوال أمام معتقل عوفر. حيهم بالتحية ومضوا إلى ساحة المقاطعة. التقينا بالعديد من أهلهم ومن الناس التي تجمعت لإلقاء التحية فقط ولإشعار هؤلاء الأسرى بأن هناك من هم بانتظارهم. الآن هؤلاء الأسرى الذين وصلوا إلى معبر بيتونيا، كم هو عددهم؟ بالمجمل 26 أسيراً، 15 من غزة و11 من أسرى الضفة وصلوا إلى معبر بيتونيا وتحركوا إلى المقاطعة كما قلت. إذن لم يجد استقبال الأسرى، لم يجد لقاء مع الأسرى على الحاجز، بل هم غادروا إلى المقاطعة. نعم، وسط حشد والسيارات والإعلام والكاميرات لحقتهم بحركة سريعة لرصد هذه الفرحة. هل بالإمكان الحديث إلى الأسرى؟ هل بالإمكان الاقتراب من الحافلات؟ نحن انتظرنا للحصول على لقاء أو على كلمة فرح من أحد الأسرى، لكننا لم نحظى إلا بتحية من خلف زجاج شبابيك الحافلات. هناك بعض الشبان أمامي يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة ويردون عليهم بقنابل الصوت. فور خروج الحافلات بدأوا الشبان برشق الجنود الذين خلف المعتقل بالحجارة، ربما هي ردة فعل على ساعات الانتظار الطويلة. هناك كان شيء من الغضب ساد الناس بسبب طول الانتظار. إذن لم يجد استقبال الأسرى، لم يجد لقاء مع الأسرى على الحاجز، بل هم غادروا إلى المقاطعة. لا، لم يتم لقاء، فقط خرجت الحافلات وسط صراخ وزغاريت ربما أو أهازيج، وثم مرت الحافلات بسرعة وسط تنظيم من الشرطة الفلسطينية لتقلهم إلى ساحة المقاطعة، حيث سنرصد بكاميراتنا من هناك شيئا من هذه الفرحة. شكرا كنانة. إذن ننتقل إلى المقاطعة بعد قليل، حيث سيكون هناك استقبال لهؤلاء الأسرى العائدين في مقر المقاطعة في رام الله. أنا اليوم أشعر بنشوة النصر بعد أن من الله علينا سبحانه وتعالى بالخروج من ظلمة السجن ومن قهر السجان إلى عالم الحرية، لنعانق الأهل والأحبة وأبناء شعبنا الفلسطيني الذي وقف معنا على مدار سنوات طويلة، ولولا هذه الوقفة لما خرجنا من السجن.